السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ فاطمة. إذا في فيديو اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم رز غلاصي بالخضر، مكونات بسيطة جدا يعني بخضر اللي في المتناول. الطريقة ديالو سهلة وكتجي بنينة بزاف. غنعطيكم أن أستيوس باش يصدق لكم الرز كيحمق. دونك ندوزو إن شاء الله باش نشوف المكونات وطريقة التحضير. إذا على بركة الله، فبالنسبة للمكونات بيان سور حنا غنحتاجو هنايا الرز، عندي تقريبا كيلو لا روب رز كلاسي كي كنقولوا ليه، هذا ديال التفوار اولا ديال السلق. غادي نحتاج هنايا قرعه كبيره او كورجيت اللي كتكون مقطعه بهذا الشكل هذا. غنحتاج جوج العلب ديال الطون اللي كيكونوا مصفيين الزيت ديالهم. عندي هنايا جوج ديال الفلفلات حمر اللي كنقطعهم يكونوا مقطوعين يعني بشكل رفيع رقاق بزاف. هنا بالنسبه للفلفله الحمراء والصفراء، فإلا ما كانوش عندكم تستغناو عليهم وديروا الفلفله الخضراء فقط. عندي هنايا علبه ديال الشامبينيون، يعني خديت غير الشامبينيون المعلب. عندي بصله كبيره اللي كنكون مقطعاهم شلضها بهذا الشكل. غادي نحتاج هنايا صلصه الطماطم. هنايا من لي زاستيوس ان الرز يصدق لنا زوين هي هاد لاصوص. انا كنخدم سوليس باش كيصدق لي الرز زوين وكيعطيني مذاق رائع بزاف. عندنا هنايا شويه ديال الربيع اللي كيكون مفروم بهذا الشكل هذا. عندي نصف الفلفله صفراء، هنا غير حيت كانت عندي واحد الطرف ديال الفلفله ما بغيتش نخليه يضيع، داكشي علاش قطعته. كي قلت لكم يمكن لكم تستغناو لا على الفلفله الحمراء والصفراء وتعوضوها بالخضراء. عندنا هنايا الزيتون اللي كيكون مقطع بهذا الشكل هذا. عندنا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم اللي كنكونوا حكيناهم بهذا الشكل. غيكون عندي زيت العود او زيت الزيتون. عندنا هنايا الملح، شويه ديال الهريسه، ورق سيدنا موسى. عندي هنا شويه ديال الريحان او البازيليك، شويه ديال الزعتر اللي كيكون منقي وكنحكوه ما بين يدينا. عندي بالنسبه للتوابل الابزار او الفلفل الاسود، سكينجبير، الطحميره او الفلفل الاحمر. عندي الخرقوم وعندي شويه ديال السودانيه. غادي نبداو على بركه الله وغنشوفوا طريقه التحضير. اذا على بركه الله، فكأول مرحله غناخذ هنايا الرز ديالنا وغادي نديروه في اناء اللي غادي نسلقوه فيه. غنديروا معاه جوج ورقات ديال سيدنا موسى او ورق الغار. غادي نديروا معاه شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار. انا الملح ما غاديش نكثروا، ديك الساعه نتحكم فيه في لاصوص، لانه عندي الزيتون ديجا مالح وكذلك عندي الطون مالح. وغادي نزيد هنايا معاه التنسم ايضا، شويه فقط ديال زيت العود، وكنزيدوا عليه هنايا الماء حتى كيغطي لنا الرز ديالنا. كنحركو باش هاد البزار هادي يعني يدخل لينا معاه هو الملح. وغادي نديروه على نار حتى يطيب لينا الرز ديالنا. ما غاديش نخليوه حتى يتعجن، يعني يكون يطيب شاد راسو، ما نخليوش انه يتعجن باش كيجينا زوين مع الصلصه. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال التحضير. اذا في هاد الاثناء اللي الرز ديالنا كيطيب، باش نربحوا الوقت حنا غادي ندوزو غادي نوجدوا يعني الصلصه ديالنا. دونك كناخذوا البصله وكنديروها في مقلاه، كنديروا معها غير شويه ديال الملح فقط، غير شويه، وغادي نزيد معها شويه ديال زيت العود، يعني تقريبا قياس 3 معالق كبار. غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات هادو، وغادي ندوزو غادي نديروهم على نار اللي كتكون متوسطه، من مهله المتوسطه. اذا غادي نخليو هنايا البصله حتى تقلى واحد شويه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال التحضير. اذا هنايا فمن بعد ما بدات كتحمر ليا شويه البصله، كي قلت لكم ما غنخليوهاش تحمر كومبليتمون، دونك غادي ندوزو غادي نزيدو عليها الفلفل الاحمر، وغادي نزيد ايضا الفلفل الاصفر، وغادي نخلي حتى يطيبوا هاد المكونات مزيان، يعني كنحركوهم ونخليوهم حتى يطيبوا، ونتلاقاو ان شاء الله مع تتمه التحضير. اذا هنايا كي كتشوفوا فمن بعد ما كطيب ليا الفلفله والبصله كذلك من بعد ما كيتشحروا مزيان، غادي ندوزو الان وغادي نزيدو عليهم الكورجيت او القرعه الخضراء. بالنسبه للقرعه الخضراء ما غاديش نخليها حتى طيب كومبليتمون، انا كتعجبني فاش كيبقى فيها شويه ديال يعني الخضوره، ما كتعجبنيش طيب في مره حتى كتبقى يعني حتى كتكون هشيشه بزاف، كيعجبني تبقى شي شويه واقفه وشاده في راسها. دونك غادي نخليها تقريبا 10 ديال الدقائق وانا كنحرك بهذا الشكل هذا. صافي هنايا فمن بعد ما بدا طيب كيدخل لي في القرعه الخضراء او الكورجيت، غادي ندوزو الان وغادي نزيدو الشامبينيون ديالنا، نزيد ايضا الزيتون، غنزيد الربيع، وغادي نزيد الثومه. بالنسبه للثومه يمكن لكم تنقصوا منها الا ما كانش كيعجبكم المذاق ديالها. غادي نخلطوا مزيان هاد المكونات، غنخليوهم هكذا فوق العافيه يعني غير 5 دقائق بحال هكذاك.
ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو تتم التحضير. اذا صافي فهم بعد ما كدوز 5 دقائق غادي ندوزو الان وغادي نزيدو الطون. بالنسبه للطون فيمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش عندكم، غير هاد لاكومبينيزون ديال الخضر فهي كافيه وكتعطي مذاق زوين. غادي نديرو هنايا جوج وريقات ديال الغار، غادي ندير الهريسه. بالنسبه للهريسه عندي هنا معلقه صغيره عامره، انا ما غاديش نديرها كامله، غندير غير معلقه صغيره تقريبا. غادي نديرو الزعتر ديالنا وغنديرو الريحان تقريبا معلقه صغيره من كل حاجه، وغادي ندوزو الان وغنزيدو التوابل. دونك كنديرو ملعقه صغيره عامره ديال الفلفل الاحمر، وغنديرو ملعقه او نصف ملعقه صغيره ديال الخرطوم. غندير هنايا راس معلقه ديال السودانيه لانه ديجا عندي الهريسه باش ما يجينيش الحر بزاف، ولا بغيتو يعني لوغو ديال الحر يجيكم غالي فيمكن لكم تزيدو. غندير هنايا نص معلقه ديال البزار، وغادي ندير معلقه صغيره ديال سكينجبير. بالنسبه للملحه ما غاديش نزيدها دابا، يعني نتوما كتخدموا نتوما كتذوقوا حتى توجد لاصوص، وغتشوفوا ديك الساعه واش خاصكم اولا تزيدوا، حيت كي قلت لكم الزيتون ديجا هو الطن عندنا فيهم الملحه. دونك غنخلطوا مزيان جميع هاد المكونات، ومن بعد ما خلطت العطريه مع المكونات اللي درت فانا غندوز الان وغادي نزيد صلصه الطماطم. كي قلت لكم انا كنستخدم سوليس، صراحه كتعطي كو زوين بزاف، انا يعني ما كتخطانيش حيت كتفكني، وسورتو الا كنتو خدامين وما عندكمش الوقت ففريمون كيكونوا بزاف يعني ديال المرات ما كيصلح لكمش عاد توجدوا لاصوص طوماط عاد ديروها. انا كنخدمها بزاف كيف شفتوا سبق لي وحضرت معكم بها زعلوك، وكذلك فانا كنخدم حتى لي بات يعني كتعطي كو زوين. لي بات الكفته كتفك صراحه، وكذا لوغو ديالها كيجي زوين. كاين بعض الاخوات اللي غايقولوا لي ماشي صحيه، هو الصراحه كاع داكشي اللي معلب ماشي صحي، ولكن مره ماشي مشكل. هنايا غادي نخليو هاد لاصوص هادي حتى تنسجم لي مزيان مع الخضر اللي درت ومع الطون، يعني وتاخذ لي لوغو ديال العطريه اللي درت تقريبا واحد 5 حتى 7 ديال الدقائق، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفو تتم التحضير. في هذا الوقت هذا انا راه الرز ديجا طاب ليا وراه صفيته وخليته كيقطر. اذا هنايا صافي فلاصوص ديالي راه ديجا واجده، خليتها حتى دخلت ديك لاصوص يعني تدخل فيها ديك العطريه اللي درت لها ودوك المكونات، حيدت منها ورق الغار اللي كنا ديجا زدناه. غادي ندوزو ان شاء الله ونخلط الرز ديالنا مع لاصوص. اذا هنايا فمن بعد ما كنصفي الرز ديالي وكنخليه حتى كيقطر، فكنديرو هنايا فواحد القصليه اللي غنخدم فيها، هي غتكفيني ديك لا كونتيتي اللي عندي او الكميه اللي عندي، ولاصوص ديالنا فهي واجده. غادي ندوزو ان شاء الله وغادي نخلطو كلشي. دونك كنزيدو لاصوص على الرز وغادي نبداو نحركو حتى تدخل لينا هاد لاصوص هادي مزيان في الرز ديالنا. اذا بعد ما سالينا التخلاط ديال لاصوص مع الرز ديالنا فكيكون هذا هو الشكل النهائي. كنقدموا الرز ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني من الافضل اننا ناكله هو سخون، المذاق ديالو كيجي زوين بزاف. سر البنات ديال هذا الرز هذا بهذه الطريقه هذه، شنو اللي كيعطيه داك لوغو زوين هي لاصوص. كي قلت لكم لاصوص سوليس فريمون كتعطي مذاق زوين للرز. دونك ديك لا كومبينيزون ما بين الزيتون وما بين الطون وما بين دوك العشوب اللي درناهم كتخلي لوغو ديال هذا الرز هذا كيجي زوين وواعر بزاف. ما انا جوست سيغ انكم فاش غتجربوه ما غاديش يخطاكم. شخصيا هذه هي الطريقه المفضله ديالي لتحضير الرز، دونك نتمنى انكم تجربوه وانه ينال الاعجاب ديالكم. هنا البنات بغيت نقول لكم واحد الملاحظه قبل ما نسالي لا فيديو، فكاين بزاف ديال البنات اللي كيجربوا الوصفات ديالي وكيصيفطوها لي في دي ميساج، نتمنى انكم تخليوها في التعليق باش الاخوات الاخريات يشوفوهم. دونك نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايك وكذلك بالبارطاج، وما تنساوش ايضا انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالفيديوهات الجديده والقادمه. مازال ان شاء الله بزاف غادي نوجدوه اونصومبل، وبزاف ديال الوصفات الناجحه باذن الله غادي نبارطاجيها معكم. اذا نتلاقاو في فيديو جديد باذن الله مع وصفه وفكره جديده. باي باي.